لا دي مباراة أخرى، كانت مباراة بيراميدز بيراميدز والمصري، والمصري أحمد الشناوي بيراميدز وعصام ثروت عصام المصري. ثروت أوفر معمول بره الستة ومحطوطة يعني في حتة صعبة جدا، ولكن أنا أطلب رد الفعل بس، يعني أنا ممكن أعمل المحاولة وفي احتمالية إني ممكن أصدها، ولكن هو يعني اكتفى اللي هو يشاهد الكرة، ولكن أنا أطلب من عصام ثروت في الكرة دي اعمل المحاولة وخلاص، خرجتها هتبقى عملت إنقاذ قوي جدا وهيتحسب لك، ما خرجتها دخلت يبقى أنت صحيح. عملت اللي عليك. صحيح صحيح. ناخد اللي بعده، دي برضو كرة على عصام ثروت من بيراميدز بالظبط، كرة عرضية على اللي تحت، عصام ثروت هنا انا يعني تمام اقول للحراس ايه اتمركز حتى لو مش شايف الكوره، هو في الرؤيه خد بالك يعني الرؤيه مش واضحه عليه لان في حد واقف قدامه، هو حاول يبص يشوف الرؤيه من الزاويه القريبه، بص اتحرك، شفت الحركه دي؟ الحركه دي اللي الحركه دي انا ما 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 لا لا انا هفضل في مكاني حتى لو مش شايف، افضل واقف صح. وقت ما هتخرج من رجل اللاعب انا ممكن اشوفها حتى ما بين الستة وما بين المرمى، انا ممكن اشوفها في الوقت ده، اما التصرف اللي هو عمله يعني تسرع وتصرف مش صح، وخلاه بره الكوره خالص، اخترع بره الجول خالص. فلو واقف في مكاني كان خدها، لو واقف في مكانه كان في نص الجول عادي جدا، سهله جدا. صح، هو حب يشوف، لعب على التوقع، هو مش لعب على التوقع، هو عايز يشوف الكوره، هو مش شايف من زميله. فتصرف غلط، فكان يفضل مكانه وحتى لو مش هيشوف الكوره. عظيم. نشوف اللي بعده، كمل لي. دي كرة ضد أحمد الشناوي بالظبط، كرة عرضية يعني الشناوي أقدر أقول إن هو لا يعني عمل التراي لورا، إيده بص الكرة خد إيده لورا شوية، أنا لو الشناوي حاطط إيده لقدام هيشيلها. هي الكرة خدت إيده لورا شوية، فلا انا في الحاله دي، وخد بالك برضو هو قريب قوي من القريبه، يعني بص هنا بس نقف، بص التمركز ده، التمركز الشناوي كان المفروض ياخد خطوه عليه، لا يعني نص خطوه، مش خطوه، ده نص خطوه، لان هو قافل قوي على القريبه ففتح البعيده قوي، بجانب ان هو حاطط ايده بشكل يعني مش قوي. خدت ايده ودخل، فدخل ايده دخل. عظيم. التمركز مهم قوي، لان لو متمركز صح هيتعامل، يعني بص احنا زمان نقول لحراس مرمى ايه، التمركز الصحيح بيسهل التعامل مع كرة بنسبة 70%. صح، ببساطة، عشان انت لو واقف بعيد عنها زي ما قلنا على عصام ثروت، احنا بنقول برضو للشناوي، الشناوي واخد يعني خطوة او نص خطوة زيادة على القريبة. عظيم. ناخد اللي بعدها، دي كرة برضو لصالح المصري ضد احمد الشناوي، او العكس بقى، العكس. بيراميدز ضد عصام ثروت. هو طبعا انفراد، والواضح ان احنا هنقول جول صعب، ولكن يعني احنا برضو نفس الكلام، لازم يعني في حاله الانفراد انا لازم اطلع عرضي، عصام لامم جسمه شويه مش فارد رجله، ما قفلش زي ما بنقول احنا كده بسهوله، ما قفلش الجول على اللاعب بالظبط، البلوك لازم اعمله بالعرض، يعني تخبط بقى في رجلي، تخبط في بطني. لا هات الكوره تاني، احنا لسه بنشرحها. لسه تخبط بقى في رجلي، تخبط في بطني، تخبط في ايدي، المهم ابقى عامل بلوك عرضي. اما عصام انت عامل بلوك في 60 سنتي، لامم ايده مع جسمه مع رجله قوي، فلو طلع يعني فارد اعتقد كان هيبقى فيها انقاذ يعني، لكن في المجمل ان الجول صعب يعني انت انفراد يعني، ولكن التعامل الصح هو اللي بيسهل للحارس التعامل مع الكوره. لا ومعلش يعني بص ارجع الكوره دي تاني، معلش يا كابتن عقباوي، ممكن تقول لي هو طلع متاخر كمان، حسيته طلع متاخر، يعني الكرة طلع من رجل اللاعب اللي في نص الملعب. لا هو قرب قوي من رجله. انا المفروض اعمل البلوك يعني قبل يردتين تاني بعرض الجول، بعرض بجسمي كله. يعني بص فضل يجري لحد ما قرب. لا ما شفت بص صح، انت عندك حاجه يا كابتن خالد، بس بص القرار اصلا بتاع خروجه متاخر ازاي؟ يعني الكرة طالعه من بدري قوي، هو فضل ثابت شويه وبعد كده قرر انه يخرج، ولو عمل زي ما بقول لك البلوك بتاعي بالعرض كانت ممكن يطلعها برجله. طبعا انت عندك حق فيه 100%. هو لامم رجله شويه. صحيح. ناخد اللي بعدها،
من نفس المباراه. وكره برضو للمصري ضد احمد الشناوي وهدف. طبعا يعني جول فيه صعوبه شويه، هو حاول يعمل الانقاذ او اللي هو التراي، هو ده اللي بقوله بقى، هو حاول اهو ودخلت، فخلاص انت مش هتلومه في حاجه، لكن ما تقدرش تلومه ولا حتى بنسبه في الجول. كره معموله بطن الرجل في الزاويه البعيده، ف صعب وصعبه، لا صعبه بصراحه. طيب نشوف اللي بعدها، دي مباراه الجونة. اخرى مباراه الجونه وفاركو، احمد وفاركو مسعود ومحمد سعيد شيك. بص هنا يختلف عن جول ثروت، ان المفروض شيكا شايف عنده رؤيه كويس قوي، بس هو استعجل في النزول قوي. يعني الكره لسه ما خرجتش وهو خد قرار ان انا هنزل على الناحيه الشمال، واللعيب بيحطها، وخد بالك اللعيب حطتها يعني تحت رجله، يعني هو مش حاططها في زاويه. لكن هنا التسرع، احنا بنقول للحارس لازم تقف لحد داخل اللحظه وتعامل مع الكوره، حتى لو هتدخل بعد كده بس لازم اقف صح. شيكا اتسرع قوي وهو اللاعب لسه بيحط بطن رجله، وهو واخد قرار ان انا هلعب كانها ضربه جزاء ناحيه الشمال. فلا، لازم الثبات الانفعالي، لازم اقف واستنى واشوف. كان برضو خرجها سهله برجله. عظيم. لو فضل ثابت. عظيم. ناخد اللي بعد كده، دي مباراه اخرى، مباراه الكره العربي والاتحاد، نفس جول اللي احنا قلنا بالظبط، ده جول للمقاولين في المهدي. جول صعب جدا برضو، على ما اقدرش الوم في مهدي، وعمل المحاوله والاوفر محطوط في حته صعبه جدا. ما كانش المفروض يخرج؟ لا، مش هيلحق يخرج. المسافه دي في الجزء الامامي ده ما يلحقش يخرج نهائي، وكمان الكره جايه بمستوى الراس، يعني مش مستوى عالي. لا يعني صعب، لو كان في نص الجون ما كانش عارف يجيبها. لا صعب، هو لازم برضو يتحرك، تمركزه يتحرك مع اللاعب، مع اللاعب اللي هيلعب بالكره بدماغه. فلا صعبه، مش يعني من الاجوان الصعبه، يعني اللي ما اقدرش تحمل فيها حارس مرمى ابدا يعني. عظيم. ناخد اللي بعد كده، هنا انا ادي عذر لابو السعود في حاجه واحده بس، استنى هنا، ده حاجب الرؤيه عنه مليون المية، وهو مستني، بس هو عمل حاجة مش صح برضو. نفس الكلام اللي عصام ثروت عمله، عايز يشوف فقرب قوي على القريبة وسايب الجول. بص، أكتر من 90% من الجول هناك فاضي، صح كويس، ورغم كده دخلت في القريبة. يعني المفروض، لا هو لو واقف صح هيشوف، لو هو واقف يعني خطوة ناحية الشمال هيشوف الكرة صح ويقدر يتعامل معاه. هو راح في المكان اللي واقف فيه زميله، وعايز يشوف من المكان، اهو باينة قوي. فالتحرك اللي هو عمله ابو السعود قريب قوي، ده نفس الجول بالظبط، بس في نفس الزاويه بنفس الطريقه، وفاروق انور الدين برضه حاجب الرؤيه عنه. ولكن انا برضه بقول ابو السعود لازم، او اي جول لازم المحاوله. هو لو عمل اي رد فعل اعتقد كانت ممكن تخرج، كانت ممكن. طيب ناخد اللي بعدها، هي دي شبهها بالظبط بس فوق في الزاويه البعيده، في نفس الزاويه بس فوق. ده جون التعادل عمار. طبعا يعني الوم مع مهدي ان انا في الوقت ده، انا الجول بتاعي ما بين القائم والسته او اللعيب اللي يعني، فلازم اعمل التراي عرضي. يعني هو برضو مهدي تعامل في مكانه اللي هو البلوك اللي هو في 60 سم اللي انا بتكلم عليه. انا لو عمل البلوك امامي بعرضي، يعني ضاغط على اللاعب بايده وقافل عليه بايده، اعتقد كان قدر يعمل انقاذ وكان هيخرجها، يعني لو كان راح بالعرض الجول. عظيم. ناخد اللي بعدها،